ابو محمد ايزم زي ما وصفت لك اياه، بتضلك ماشي دغري بتلاقي في محل مواد بناء على يسارك، في دخله بجنبه بتفوت منها، اول شارع ثاني شارع لا الثالث، بتلاقي قدامه مطب تاخذ على اليمين بتضلك مشمل فيه، بتشوف على يمينك في صالون نسائي هناك، والله خاف الله اسمه اللمس الساحره او شيء زي هيك. ازم بتشمل شمل شمل ضلك من دغري، هناك في واحد تبع شو اسمه مي، هذا تحليه مياه ما تحليه مياه، ايوه على اليسار وبتشمل ثالث يمين بتاخذ يسار، ايوه عافيه عليك، واذا تهت ان شاء الله شغل الجي بي اس. جي بي اس انت معك تلفون لوكس العاد من شو اسمه هذا كذا بيطلع معك جي بي اس. يلا سلم سلم بس تصير هناك رن علي زلمه، خلص خلص البطاقه تبعت، يلا سلام. قد ما شعبنا مضياف وطيب وبحب يساعد مرات بتزبطش معه، يعني غير تعطينا يوم وخليها علينا مش مستاهلة، في عبارة بتخنقني خنق بس تقدر ترفضها يا الواحد لأنها تنقال حسنية ومشان مساعدة، اللي هي ظلك وراي. قبل فترة قالوا طريق عمان جرش مسكر وأزمة سير مشان الانهيار، قال 70 يوم، بده 700 يوم وانتم صادقين. قلت لحالي خليني أروح عن طريق الزرقة، والله حطيت سيدي محمد عبده والاماكن كلها تشتاق لك، وكل ما نسنس شو كيفت عشت الجو، حسيت حالي اسمي شعلان وابني اسمه مشعل، ومن الاخر مكيفين ومهيصين، وقد ما عشت الجو طلعت لي سكسوكه فجاه هيت نبتت وصار مشروب المفضل حليب نياق. المهم وصلت الزرقة، ترى مرات كثره الشواخص وعجقتها بتضيع زي قلتها، في سهم بيقول لك الزرقة المفرق دغري وسهم بيقول لك الزرقة يمين، رحنا دغري. بعد 10 كيلو في سهم بقول لك الحدود السعوديه دغري، هيش دغري لا يمين هيش يسار، لازم بطلع على يمين يسار، وفي شيء بقول لك الزرقاء دغري، قلنا بنظلنا رايحين على الزرقاء يا اخوان. اخبط ولا اني بنص الزرقاء، محلات الشاورما، زينه السيارات، بكمال دم الزغلول، الافره الاباطي الشتويه هاي تبعت البرادي، الازمه شو بتغمض وبتفتح الاشاره 20 مره وساقي البيكم بعده مش عارف يقوم البيكم. على الإشارة أفتح شباك السيارة وأسلي على يميني، يا أخوي طريق جابر وين؟ برد بطولة باله بقول بكرم أردني أصيل، ظلك وراي أنت ظلك وراي ما عليك، تفتح الإشارة أنا بطلع وظلك وراي بيظلوا ورا مش عارف يتجاوز عن خلاط الباطون، بضيع بالمسارب والشوارع عواقع بأزمة جديدة، بفتح الشباك مرة ثانية بسأل لي على يساري، يا أخوي بدي أروح على الرمثة وين أروح؟ بدي أروح على طريق جابر، ببتسم هيك وبقول لي ظلك وراي، وبصير زي توم وجيري اترجى فيه، ول قبل ما تفتح الاشاره يا حبيبي قول لي وين اروح؟ انت دلني بس قول لي يمين يسار دغري دلني وين؟ بقول لك ظلك وراي انت يا زلمه، وما ببلش يتذكر على طريقه من سيربح المليون، وظل يحك براسه اللهم صل على سيدنا محمد، بدك تروح على طريق جابر طريق جابر طريق جابر بدك جابر شايف بدي ادلك انا، بهاي اللحظه تحديدا بتفتح الاشاره وتبلش الزمامير تعلى، واني ريقي بنشف وبصير هتور وين اروح وين اذا وين اروح قل لي وين، اقول لك قد ما بتزمر بطلع غصب عني وبضل دليلي طويل البال قاعد ورا تنك المي شينه اللي بتمطوح، وبرجع بضيع من جديد بسبب عباره ظلك وراي. زرت مدينه الملك عبد العزيز، مصفات البترول، وتفقدت المخزون الاستراتيجي من الكاز والديزل، واستمعت الى شرح مفصل حول التوسعه، وزرت بلديه الهاشميه، وكانت نفسي تشاورني يعني اني اروح احرم بابار علي واجيب عمره واجي، ما خليت لا قريه ولا حي تابع للزرقة الا فت ومشيت بشوارع بهذيك الليله المنيله ب60 نيله على راي المصاروه. بسبب ظلك وراي مشيت اكثر من 50 كيلو متر بين الهاشمي واربد بمسرب واحد مليان شاحنات وتنكات نضح وونشات مروحه من ساحه الشطب تبعت الحره هاي. المهم وصلت الدار بعد 3 ساعات متواصله من المشي المستمر. طلعت بالمرايه ولا عيوني شو يا اخوان؟ مثل الخوخ. اما الجفن السفلي هذا تحتاني واصل لصورتي قد ما هم دله من كثر التركيز من ظلك وراي. إذا وين اخوك انت؟ هي هي اذا نازل رعم روح دور عليه ظلك وراي يا زلمه لا يضيع زي حالاتي. بسبب ظلك وراي الازمه الاقتصاديه اللي احنا فيها هسه زي ترويحتي، يعني هالجماعه لو يوصفونا طريق الخروج من الازمه من وين بنعرف عشان نعرف وين رايحين بدل من سولفه ظلك وراي. اشوه ظلك وراي هاي ما خلت مطب اقتصادي الا لبستنا اياه، ولا جوره ماليه الا غبصنا فيها، ولا طريق مقطوعه الا سلكناها. قولوا كيف نطلع من الازمه كيف؟
لانه ظلك وراي هاي خوزقتنا بصراحه، بتضيعونا وبنبطل نشوفكم بعديها. ظلك وراي، ظلك وراي، ظلك وراي. اي هو ظل اورا من هيك ما ظلش. لرجب حدك يا الموتور، رجب الطيارة غير. لرجب حدك يا الموتور، رجب الطيارة غير. وشوف الضيعة من البنور، جاور لك يا هالبنية، جاور لك يا هالبنية.